موضوع وحان كورن دون إن شاء الله وحويا ظلمك ظلمك معنيه سوء وقرد رضا أما حد قدبك قفك وكحد قدبه عيدك لحق إلهه هذه أيتا حق إلهي يا أتيت حق النفتيسة يا هديت حق أمضبا ومجاوزة الحد حد قفك الله لقي أو تلاوه من الحق إلى الباطل حقي والهاب وكجد بياه مركاسو قفك وجد بياه هير لود يدو شرع وكحر أنت نمائي مركا لا يقو وحالا إلى هذا الظلمك أما قردر هذا دين تانو سيدا يودي دي وسيادو حال دير ودين العدل ومضنا وأمر عادلين دين تانونا ودين تي عدالة قرآن كمركا يقول أريقا سوحو كسار رب قل إيا صدنا يضوط بقول يستغاشن آيات بكسارورة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لحذنية السديد حديث أي أريقا ظلمك كسارورة ولقو حران تنمي آثارتا إيا أقواش علم ذلات بيوبدين معنى هذا وحوة يمرك باب كاسي أما أرنتا سحمانتي حران تيلاده أي دين تأنو آذ قلنا إحنا حصلتها وجه الله يس قضى بذين وحكوا عن ضرنا وحكم إذا التحذير منه بس إذا شرع جاي إنه قد جاي إن جاي واجب إن جوت هاي الدقنين تانا هنا إنه قاضنا إياه آثار تظلم يقول لي أديق فوق قدر السماء يو أما أمضى سيد أحد هذا قدر الله قسم أيه رات كحنا أي كل هذا هاي في حياة الفرد والجماعة قفك يا بلشذبة ما شاهدي قد ظهر الله قصة مير رات كحنا إلى هذا قذف قصة حادنا وحوي الوقاية من الوقاية وقاية ظلم من الأمة إن ظلم هي قد ظهر أمة لقبت بادية وأن للدكسانين ظلم هو وحوله صور يا أنواع ما لب ضنبو قلا ظلمه وتصال يعني الكسر قادن ضنا يا وقدم بينتي قصوين كتلبام يا عقب حمضة يا عرب حمضة ولا يراد ظلم جو حلا يراده مركا أي نود جيسنا نصوص تاس يدلي لذا حكمة أي نوجة شد نوامح waxay nuga jeednaa si aynu u badbaadno adduunyada aakhira nolosheennuna ay u wanaagsanaato inaynu aad uga fogaano gardarada iyo dulmiga waxa la yiraahdo ummaduhu markay diinta ka fogaadaan dabeecad buu noqdaa dulmiga waxa sal waa diin la'aanta dadku markastay diinta ka durkaan ama aanay diin ba lahayn dulmigoodu aad buu badan دين لا وهانا وقدل من بدن عدالة كستبها شئت أو ما لهاش شيء قال ذا وأكتهن أودو وقدل من بوا ذيكته عدالة ما ذيكت ولا قد بها شئت إن عدالة سمايا رسولك صلى الله عليه وسلم استقال إن الله ضيع وما دا إسلامكم ما لي تشوجان بالله ضيع وحيقول حديث صحيح مسلم قصة من حديث جابر اتقوا ظلم فإنه ظلمات يوم القيامة والظلم كعب صدا ظلم إسكدائي ما لنت قيامة هو قدعر قدعر يال معنى ماذا يقول هدوية هاي وحلا قعب صدا أو هرارة أو كلد دوان ما لنت قيامة هدتك أيوبا هين افتينك وحيابها ماشي تشوغان إيا تشتكو دوا كم دوا بيا وحكم دا ظلم قفك عدالة دا أهل كوها ما لنتا افتين بو هايستا عيدنا مركا ظلمك أهل وهايدنا ما لنتا ماشوه كم مدودي مدوغا سنوى أستان شيغي سينو قفكا أهل ناري
تاسي معناهد وحوى قفكي إن أقدق يا النبي صلى الله عليه وسلم الظلم غير نقر النظر مجتمع يبل شذنا سيدوك لو أقدق رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كي بخاري كسقنا من حديث أنس بن مالك انصر أخاك ظالما أو مظلوما وأري أي استعمال ترين عربت لكن سقل دنا وقال الله عنه استعمال ترين نبي قنوه صحي صلى الله عليه وسلم وحي ولن ترين ولالك هدو قرد رأيه هين أو هيلي هدي لقى قرد رأيه هين أو هيلي ولالتنما ذا سو كمو حق إيا حق دربا إلا يسبر برتاقه أري أبو نبي قو استعماله مركاسو صحي مفهوم كيبو صحي marka wuxuu dhahay hadii laga gardaran yahayna tees barbartaago cida dulmiyeysa ka dhici haddii isagu wax dulmiyeeyna labada gacmood qabo ka daade kugu ma raacsan waad gardaranta marka bulshadiiba waxay isu taagayaan in qofka gardaran aan qabiilna loogu heelinin saaxiibna loogu heelinin maslaxadna loo eegine dhalim wa dhalim qofka gardarani cid uu doonaha ahaado waa la qabanaya dhanba looga soo wada jeesanaya la qarin maayo la isku day maayo la warwareejiyo iyada waxaa in soo sheegnay la tixgelinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay doorkan dulmidiidka waxaa la yidhahdaa dulmidiidku inaanu meel inuu meel kasta galayo walow dariiqa aynu fadhinana ha ahaadee ma hayna darajo hayso qof xil haya tahay marka dulmiga diidayso xataa dad shaariica fadhido qofka muslimka ahi ma aha qof ogolaanaya dulmiga iyo gardarada waxaad ogaataa haddaad dulmiga iyo gardarada ogolaato adiga aroorta lagu dulbaxaya yaa kuu heelinaya saxaabadu ridwaanullaahi calayhim nabigu wuxuu soo maray iyagoo wadada fadhiyo sideennan oo kale wadada ama ku shaahaynaya ama ku sheekaysanaya wuxuu iska daaya wadada waxay dhahaan meel wadada waanu ku sheekaysanaa xadiidkii caanka ahayd ee kutubaha mukhtasaraadka ku arkayseen wuxuu yidhi hadii aad diideen wadada inaad iska daysaan oo fariisataan fariista laakiin maxay idinla gudban wadada xaqeeda siiya wadadu xaq bay leedahay waxbaad ku xalaashan kartaa inaad halkaa bannaanka ku shaahayso maxaa ka mid ahaa farudu salaam wa aciinu lmadluum wahdu sabiil xadiidkii xasanka taa wadadii dayn weydeen inaad fadhiisataan dee dad badan baa idin soo maraye asalaamu calaykum asalaamu calaykum salaanta ka qaada oo dadka ha odhanin salaam badanah boqol horaanu ka qaadnee ha odhanin qofka madluumka ah halkaa laga helo ama tuug baa helay ama cid ku xadgudbaysa heshay rag iyo dumar mid kasta ha ahaado qofkaad aragtay inuu madluum yahay halla hala isbarbar taago ilaa adigaa soo fadhiistay wadada mar dad badan baa lagu xadgudbayaa isbarbartaag qofka hallowsanna haruuriya hadduu yahay mid diin la'aani hayso iyo hadduu yahay mid meeshii uu tegi lahaa ka anbadayo xaafadihiisii daydaaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka dhigay izaaxata dhulmi min aljihaad in dulmiga laga dagaalamo waxa uu ku daray qaybaha jihaadka jihaadku wuu noocyo badan yahay jihaadku wuu noocyo badan yahay noocyadiisa waxaa ka mid ah kelmadaa tidhi oo mid kibre agtiisa aad ka tidhi siduu nabigu inoo caddaynaya calayhi salaatu wasalaam afdalu ljihaad kalimatu cadlin cinda sulطaanin jaa'ir xadiidkaasoo saxiix ku sugan xadiid saxiixa abi daawud ku sugan min xadiidi abi saciid alkhudriy jihaad maxaa ugu fadli badan baa nabiga la su-aalo wuxuu ku jawaabay eray xaq ah oo mid xadgudbaya oo madaxaho laga baqay jaagle laga baqay mid laga baqdo dadku ay ka warwareegayaan ayaad kelmadda xaqa agtiisa ka tiriyo ilaahay ka cabso waxaya waxaas waa qalad ee iska daa ummadda ka daa waxaa baabkii digniinta aynu ku jirnaa iyo asaaliib iyo habab kala duwan ayuu islaamkeennu u diiday waxaa la yidhaahdo dulmiga iyo gardarada markaasaa wuxuu u digay dadka qadaaga iyo garsoorka ku jira wuxuu yidhi alqudaatu thalaatha dadka ummadda u xaqsoora ee garsoorayaashu waa saddex laba qaybood naartay galayaan qaybina jannaday galaysa
قضاءك هي قرصورك خطرت ولا يا دركيس قرصورك منصوب عن الدولة الدولة دواي مقعلو نقنكرة وحكلو نقنا يا كحير بيك تداه إنجو أنت إنه درانا إنه إنك على حكومة يجنا عدالة دي ولا لوجا بهين عدي الصلح يدح لحادين كشرته عدالة دي ولا لوجا بهين فأصلحوا بينهما بالعدل مركا لبضة معنى ذو حوايا بقول كيبا لحية لحدة يا ليرات وحطت كوكر صورة نار بجلية أما علم الدر أيك جلية أما عاطفة حما تبوك جلية وقف شاهلهن دين تبجرنا ينو وحنا حكومة يا نار تجلية علم الآن تسوق ليه جهل جيس وبر يا راي قف كلا بعدنا وقف عاطفة دي سيها ودي سك حيس تو علم جو جرنا يا لكن قبيلة دي مصلحة دي وأحري دين تبوك أحد إسكبر برمراي تقول ميجو كدجا يا النبي صلى الله عليه وسلم تقول ميجا صداك لما مرحد وجدجا وحديث سجنا صحيحة نبي واحد ما من أمير عشرة لا يؤدي إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا عدله قف كصداء طبعا قف يوحك بدن مدح النغضي قال أنت قيامها وحلا كينا يا isagoo ahaa garba tooban gacmaha ka xidhan qoorta gacmo ugu xidhan mahbuusa ama cadaaladiisa furaysa hadaan u cadaalad lahayn laba furimaaysa suu ku galaya naarta waxa calaamad u ah qofkaas inuu yahay mid madaxa madax badan baa la soo joogay qoorta ka xidhan haduu caadilaha fura baa la leey hadii uu markaa jaayiriyo mid xad gudbi jiray ahana isagoo saa u xidhan baa naarta lagu tooraya ودقنين النبي بحنا صلى الله عليه وسلم طول مجا حذر من الأزواج حاسليد وقدقي حديث صحيح يسنوي النسائي كسوغان من حديث أبي هريرة وحول من كانت له زوجتان أو امرأتان وفك الله حاصل فمال إلى إحداهما متكود بؤو إحري هارنكي قدد للأورنج مذي اللبي كبضر إلى آفر وكال إحري حاسس كامو سنين حقه دي قسم جها ينو عدالة سمعي إلا وحول الله نافله بقرب الله شيء وهذا نافله دبعتنا والله سعات كقف منو نافته كوكب صدور دبعت هذا إسكيل عليه وي هتو ميت كادو أحد ما لنت قيامها وحيد من يعيش سقر إنه عق الله ومرك خلقه يسقي ما دان عرسات القيامة قيامها فجرها وين halka dadkaas ay ka soo baxaan iyaga wada maroora ayu musibadaas ay ku dhacday baa loodanaya kaas ama kuwaasi waxa weeye kuwi u kala xan jiray xaasaskoodi iyo ehelkooda waayaan daro marka qofku waa inuu bartaa xuquuqda xaaska mar hadduu qofku xaas yeeshay ama ka badan leeyahay maxaa ay xaq u leeyeen xaasasku ragguna waa inay bartaan dumarkuna waa inay bartaan si uu qofku aakhira iyo adduunyada labadaba u badbaado wuxuu nabigu u digay calayhi salaatu wasalaam dadka aqniyada ah ama alqabeenka ah ayuu uga digaya dulmiga xadiithki bukhari min xadiith abi hurayra matlul ghaniy dhulm qofka maal qabeenka ah haduu dadka warwareejiyo oo xaqooda uu siin waayo waa dulmi buu nabigu waa dulmi wa gardaray taalim balo bixinaya ورورياتنتيس مر هداي ظلم النقطة إسجنا ظالم باله هذا غني ظالم باله رأي هبلك هبل هبلك أسوا ظالم وبحكم ظلم السمائي تدين كلها بانو الدين تودي سنن بري وصانقه ساتا ما يقصانقه إيه رك هذا وحاسو أخرية شقالي بارو مشهر كود السنين كي مالنتي يا كي بشي ولا ورورياتي مركا أنسك إلى لين هدا وح إسك بدم وحن لا يدعه in deynta lagu shaqeysto deyn ku shaqeysigu aad buu iska badan yahay markuu baa amshtariga iyo tartankiisu batay waxa lagu tartamay deyntan ana ku siinaya ana deyn baan ku siinaya Soomaaliduna waxay raadaan amaana kugu raagtay iyo daabaad mooda adii qofka waxa uu dadka u hayaa muddo uu iska hayo wixii siyaabo iska moodayaada marka maal qabeenkii buu uga digaya nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam sidoo kale wuxuu xadara jamiica min dhulm
dadka oo dhan buu israaciyay nabigu waxa dulmiga la yiraahdo inay iska daayaan dawladdu inay iska dayso qabiilooyinku inay iska daayaan qoysasku inay iska daayaan oo aanay xaasleydu isdulmiin وهلو مجر بركاس النبي وحول من اقتطع حق امرئ مسلم ببين بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قف قف مسلم حقي سكوكا تطار بينا سكوك ان وحى الان الهين ايو طار تئن وحي يهي وحى سيدوك لا هديو طار مرو dad kale oo iyagana marxaati beena u furo baa aakhiratahu bidunya ghayri aakhiradiisu wuxuu ku iibsaday adduunya cid kale qaadato qofka walaalkiisi muslimka ha xaqiisi dhaar beena ku qaatabu nabigu naar baa waajibtay jannaduna waa ka xaraam nin ba asxaabi ah hadda wuxuu ma haduu wax yar yahayna haduu wax yar yahay ka war nabigu wuxuu yiri هواء هذا قضيبا من أراك كيد عضي كيد عضي ومحوي تال لي دادم كسلا سوق كسوي بس إن طول عقل قنكرة كيد عضي قاصد طول مك قاضت نار بات كوك لي سابون النبي يقول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم بوك سجيا حديث كاس أن دور كاد دليل وحين برا يا نو النبي يقول نو وش جيا وادقنين لينود دقيه استأنو طول مك وقف قانو waxaynu u gudbi doonaa aasaarta iyo raadka khatarta badan ee dulmiga uu ka tago hadaynu iska dugsan lahayn oo aynu oran lahayn hebel baa waxa sameeyay aniga maxaa iga galay sida dadka qaarkood ilaadaan wara faarihiisa maxaa iga galinaya waxaan aniga ima yaalo ima khuseeyo maxaa arrinkiisa iga galinaya dulmigan iyo wax haduu dulmiga sameynayo day isaga u taalaa haddaad oran lahayd aasaar buu leeyahay dulmigu raad waxa ka uu ka raadkiisa fihi kharabul bilad dalka aynu joogno waxyaabo ku kharaabi kara waxa kamida meel kasto joogto in dulmigu u caadi noqdo oo dadku caadaystay alay noqdaan dulmiga ama dulmi dhexdiisa lagu sameeyo ilaahay baa wuxuu fi suurati an-naml fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية وما دلها لاقوا لهاي كسوا والرمي يوح الله كواس وقريهودي قريهودي وأركيسان وما دلها لها لاقي سورة دوائي كورنت محال لقوها لاقي كباب بيه بما ظلموا ظلمي بي السمعي مركا كي ظلمي السمعين لها يو تلك أقاد خرابين يساء وما دلها لرغيك ilaahay bay dulmiyeen oo rasuuladii bay dulmiyeen oo muuminiintii bay dulmiyeen waa ka dalkoodii baabaay buu ilaahay marka dalku ma camirmo horumarna ma sameeyo noloshuna macna ma yeelato sacaado iyo raaxo lama helo mar haddii dulmi lagu dhaxayo waxaa ka mid ah qofka dhaalimka ah ilaahay ma daayo subxaana wa tacaala allahu yumhil wala yuhmil ilaahay wuu yara kaadin doonaa daalimka laakiin kolleyba wuu daba taagan qof dulmi sameeyey kaaliye islaamidku doonaya ha ahaado ilaahay wuu daba taagan nin ilaahay daba taagan yahayna kabti ma yeela wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid ummada badan buu ilaahay ka soo waramayo qisooyinkooda markaas waxa ilaahay yiri sida madaha ilaahay uu qabtay qabashadiisu waa sida adag ee kulul markuu magaalooyinka dadka ku nool halaago nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu fasiray waxa uu yidhi allah la yumli lidhaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflit ilaahay wuu kaadiyaa qofka dulmi falaha ah hadduu madax yahay hadduu maalqabeen yahay hadduu minjo yahayba marka uu laakiin qabto ma kaco wuu kufayaa way u dhammaato waxa saddexaad oo aafaarta dulmiga iyo raadkiisa ka mid ah tasliidu dhaalimi bi adlama min qofku hadduu dulmiga caadaysto mid ka dulmi badan buu ilaahay ku sameeyaa ayuu ku sallidaa imisaynu aragnay mid laga yaabay oo laga fadhii waayey
oo madaxda adduunka la yaqaana ah oo isaga oo la eryanayo mid kale intuu Ilaahay ku saliday god galay dadkii laga qaylinaya la habaarayay ayaa mid ka dulmi badan baa Ilaahay uu ku salidaya ama gaal iyo islaam mid ku doonaya ha ahaado maalintaas uu qaylinaya uu leeyahay maxaa sidaa la igu qabta وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وان اسكو سلدا يا با الهي ولدت كدل ميغا سمي قار كود بقار كلان كو سلدا يا وحا اي سميين درادي مركا هدي اد حوان سميس هدي اد دد كضعافا يا مساكين تا يا دد كايتال كير اد كو دردريسو اوغو ميد كا دبالا دير بو الهي كو سو ودا او ادنا كو دردريا واقع نو نبريا كهورنا وحيغاي نو شيغي انت مركا انو كسي غدبنا قضب كاس الدحاد وحويه وقايه الامه من الظلم ظلم غينا ان انا ايغان لكن او انا اودن و خو كدعيا عيد كلا اني ايما يال رير هبل وخبا كدعي هبل وخبا كدعي قالكا وخبا كدعي هادو ظلم غوا ظلم ظالم كنا وا ظالم دم بينو غو سو ودا جيدينا امدينو كبدبادينا اديغو ادغو دنايسانيا مرر بدن با وحينو مقلا غالدا ودمدا غالدا sharciyey baarlamaanadooda soo rogaan ama dawladahooda qaraar soo saara muslimiinta ku saabsan ama masaajidooda kabaraha lagu xiro kabarada lagu xiro ama isteeshinka qofka muslimka la baaray inta lagu haynaya argagixiso loo haysto waxaad arkaysaa dadka gaalada ah oo ka qaylinaya dadka qaar baa idaa talow iyaga deelo lama jeedabay maxaa ka galay qofkan muslimka ah waxa ka galay wuxuu og yahay hadii lagu soo fuliyo ka muslimka xeerka in isagana aroorta lagu fulin karo muslimka uma danaynayo gaalka mudaharaadaya laakiin isaga mudaharaad ayaa danaysanaya ka wuxuu leeyahay aroorta hadii qofka xeerka lagu soo fuliyo muslimka aniga la yimanaya marka waa inaad u fikirtaa waxa xuna lagu sameeyay qofka agtaada jooga waa wankii cadaaya wankii madoobaaya adaa lagu la yimanaya aroorta أبو بكر صديق وحاو مقلي ضدك قار كودو دريشنا يا آيدا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت ضدك مسلمين تاهو نفتي نون كد ذالو هقاتية لباتي ذن كمالها ضدك اسكالو ما إيهو قفك اسكالو ما ذيك اللقو قبصان ما يبا آيدا أي كفا مينا مركاسا وحيدا ذي تهي قفك وحسامين يا آنيقا ميا الله يقبصان يا ولا تزير وزيرة وزر أخرى مفهوم كيبو الصحايا وحاول له وريدك ساسا تراذين لكن دليل هذا والله إسلا أخرية يا أنو النبي قال مقل صلى الله عليه وسلم استقى عليه إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه وحديث صحيح بداود كسوغا أنو واحد كما قال النبي قال استقى عليه قفك الظلم السمية بلشدة نحن إذا تشوغا haddaan gacanta lagu dhigin qofka wax dilay baa la soo qaban laayay kii waxaday maad soo qabanin maad soo sheegin waad ogtahay alladhi yufsidu alibada walbilad qofka daliya dadba kharibay waad garanaysaa waad ka aamusta haddaba kaa hadii la qaban waayo buu nabigu ayuu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay ummadda wuxuu ku ridi karaa cadaab caama ayuu ku ridi karaa ciqaab ayuu ku ridi karaa dacabsi iyo cadow iyo cudur iyo cayr iyo dhinacyo kala duwan leh marka badbaadadeenu waxay ku jirtaa inaynu qabanno qofka daalimka dhan looga soo wada jeedo ummada laga badbaadiyo sidoo kale siyaabaha ummada looga badbaadinayo waxa ka mid ah adamul istikanati lidhalim adamul istikanati lidhalim in qofka dulmi sameynaya aan madaxa loo foororinin qofka muslimka ahay waa dulmi diin madaxa islaamkeenu uu diiday in loo foororiyo oo la isu dhiibo walladhiina idaa asaabahumul baghyu hum yantasirun markuu ilaahay sifeynayo dadka muuminiinta wuxuu yidhi marka gardara ay ku dhacdo ee lagu xadgudbo way istifaacaan gaalka ma dugsanayaan dhirbaaxadiisa quureed ka caadaystee muslimka dhibaya ee marka xumaanta uu sameeyey looga jawaabi waayo halkii ka sii wadaya ما تكسدان واستفاعان لذلك باع علماء أنه اسكوها فقسيهين
قفك السائل كاهد نفط هذا إيه مال كاج يدين هذا صور رد دفاعي سنو واجب يعني إن أسك دفاع على وأنا دي سودي يبين إلا وصل له قايا وواجب بيلين علماء وحك الله ومدى لجبت بعدين يا عدم الركون إليه قفك هذا ظلم السماء يقول هذا دون يا هذا عدو دون يا هذا إن الله نعم لين وطلع إلى أمد ويجا السماء ديكتاتورك قفك ديكتاتور كاه كلي تال اسكادت كو يغا سمي حمان بو سمينيا marka uu yara tijaabinaya talabiye diideen maya way iska diideen qaar baba yara sacabeyo naxmley marka suu ku celinaya marka suu ku celinaya marka dambe wuxuu qaadanaya in adoomo yihiin wala tarkanu ila alladheena zalamu fatamassakum an-nar ilahi baa wuxuu dulmi qof sameenaya ha u leexanina oo ha u jibinina nar baa idin ku dhici doonta an shayga dulmiga la yiraado sida sharciga nu diiday ayaa cid kasto aqli lina u diida dadka aqligooda isticmaalaya ashaaba al-hukamaa wa shu'ara dadki shicirka iyo gabaygay marka dib ugu noqoto cid kasto aqli leh sidaas ay uga hadli jirtay waxa la yiraado dulmiga in la diido ama wallahi inna dhulma lu'mu وما زال المسيء هو الظلوم انك شاعرك يا وحي ولي انت دارتبا وحي له وحا لا يراده ظلمي وا خمان وحن وي قفكه ظلمي سميانا ددك وا قفكه او اخلاقهم اوليته او ضعيفس الى ديان يوم الدين نمشي وعند الله تجتمع الخصوم انك كلا انك سنا وحي ولي اسغ ولي سي ودا غبايغاس الهي اكتي سبين هرتغي دونايو markaas dadka murmaya doodaya xuquuqdii kala qaati ilaahay hortiisa isla tagi doonaan nin kala shaacirina waxa uu leeyahay wamaa miyadin illa yadullahi fawqaha wama zalimun illa sayubla bi adlami qof kasto awood badan gacan kasto awood badan gacanta ilaahay ba ka sareysa qof kasto dulmiga caadaysto oo dadka ku xad gudbana mid ka adlamsano ka xoog badan buu ilaahay ku salidi doonaa وسيدة نكسوم رأيني نصوص نكلا شاعرنا وحول لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم مركز أول لا ده ضدك هكو حد قد بناها ظلمين أدي أعطتك الظلم ده مروقات قد بين لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما نبي صلى الله عليه وسلم وحول قفك wuxuu ku sugan yahay fusxa godob laan buu nool yahay meeshu dooru gooshaya maraya hadaan u dhig xaraana ku dhicin oo dulmiya markaas cirkiya dhulkuba ciriiri ku noqonaya markaas meel uu gala waaya marka wuxuu leeyahay hada dadka dulmido ood noqoto qof godobaysan raaxad way ka xumaanays wax dhabo jira way naamat aynuka wal madlumu muntabihu yad'u alayka wa aynu llahi lam tanumi adigu waad iska saaxanaysaa habeenki qofkaagii dadka ku xad gudbay xoolahooda qaatay dhigooda daadiyay dhibaatooyada ku sameeyay adu waa iska saaxanaysa laakiin qofkii madlumka waa muntabi yadu alayk wuxuu jeeda habeenki ma saaxanayo waanu ku habaaraya ilaahayna wuu soo jeedaayo wuu ku arkaya marka qofkana habaar buu kula taagan yahay ilaahayna wuu heelinaya subhana wa taala siduu nabigu bayri wa taqi da'watal madlum fa innahu laysa بينه وبين الله حجاب بينها وبين الله حجاب معاذ بن نبي يقول لدر دار ميا وحو لا يحولها صوروري وسكدا صوريه وحاد اسكا الى لسا قفكا لدلميي هباركيس هباركا يا الهي وحبه وما دخيان هوراي بو كا اقبليا علماء قاركود وا كو ويدا حتى قالك لفتي ساباركيس ولا اقبليا قلب كافراد ان اسي غد بالله وهو من صور الارض من صور الظلم ظلم من نوعيه ديسا وها كميدا ظلم كيمادا بوبكا اي دعه دولكا وما ادراك ما الارض ما حد كتقانا دولكا يا ظلمغيس عالم الاسلام وها اسكو هيستا ادويدا كلا سو داف وها وا دول حدود بلا دحدغو اي كو دغالميا qabiilooyinkeenna waxay isku haystaan dhulba isku haystaan jaarkeen iyo qaraabadeenna waxay isku haystaan dhulba isku haystaan
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد ذلكنا إلهي با إسكالة عدو دونا للحسيلية بل واحد لقي ستة الصومالي ذا إيو تقال لذو ذا ميال كستيت شوغان وارول بالا إسكو هايست شيدان با كوير قليا ولا أزينن اللهم في الأرض والله إن نولك أقر حين دونا بي نولك أسبب قنيني أو أي كودا قد دونا أو أي كودا قال بي قضية الأرض تلمي كيما دا نولك وعفيتن كأبضن عسرقن إساقو كتاقن يهينا نحتاقن محكمة ده اللي ما كوار يري سلادين تيدي ما كوار يرتي بلشة ده اللي ما كوار يرتو الله يسكن عاي حنا هذا لا يابا تقال الذي برقي دويت برقا أي يكرد عام هشي سكو دا هشي سين تدد كانوا نحق الله أيا ددك إسايا مركانو دقيسان أي مسار انت يعني صوتي ركومنا بقولي اللي حدن بعد انتبه له لابد صدحي لابد صدح لنا سلينا صورة في بقولي اللي حدا قف أي قبائل كان سليني كارين تكو مركانو قال لك قرتو ده يا ورئيس جوده كيابا عندي أكيابا ترى ده وده محيطاي ما جوه ده وح مركانو كهذا الله وح إلا وده قال إسكوا فقسين شيخو إسكدا يا كوان دنتي دولك كهذا دولك كوان دنتي وحكى هذا المين ابن آدم حرمية كرام الله ما مصيبة ذو واحد كبل أبنتي دول بوهاي كون أنت إسكبت ده هذا الضاد دون توان إسكبت عافية دول كم أنا قال مس إيه جابوا كلي وار إله يباله هذا قلنا ملهي هو كلنا مل إله يباله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده بكو حتى خيول إسحاق لا يابس أهلك ولا لك سبارة أنتي أديرك بارة أنتي أبيه بالدليل وحابه محسوس نبا دول كم بكرة دول كم دول كنا هالدوام مال بنان وآذو بنان وعذو البكبة ذنوا حروه بيسكت داقان وحنا وقا بيرنين وأيان در هذا ومدين إسلام كايدة هايسات حتى إنو سواق هذا أنه أحاديث الصحيحة نولك كدقة يدل مقيس قار كم إذا بل إني لهاي وحين قدوا الله إنه قوان فعيه رسول كوحلي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة لعن الله من غير منار الأرض الله أنا على الله على ما ظهر لك دتك وحكب الدله دتك على ما ظهر لك وحكب الدله الله أنا على الله روايك لو حي لذا من سرق منار الأرض من سرق منار الأرض على ما ظهر لك قفك حرة إرهرة ويدع ذيبه دتك أبير الله إذا ودنا كنا الدجن قار كملة يا وحلي علامه وحوا هل بدو ذبيرات هل كود حيس حبال بيهيت مت با يريد شو مش وين كوجي يرتاح حباشي بجورة قلي بركاسو عيد دير هري حقا هروجي تهتتكو أدبي ويا قانانة ولا سوء هذا وحلا والله حباش سوى جدي وترن النبي يقول لا يقفك علامه حرا حباشي يشارك هيد بحضيبة جبي جدي جدي قلي الله أن عذل أبو النبي صلى الله عليه وسلم مركا يشاركا لبقى في ليهن يسيس كودا قفكو وحكب الدلا الله أن عذل أبو تاجي النبي نعذل شيء لهي نم حاضر هاي ستة نحريس تي لهي بدوايس ما هذا الشيء أتاد نحريس تي لهي ويدي وحكى له النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طبقه من سبع أرضين يوم القيامة على معنى الحديث عديد كيسا حيحين كقف كتاك قدر كيد ونولك أبوه وكو قاتا حق در رو مال انت قيامها لصوف وچين ايا كاسا قورت اللو قلين ايا وكاسا قاد بالا لي بل كوران تاكا ليري دادك كيلومتر ربوه اما دا انت اصب بلون أبوه علماء واحد ليهين تقنين تانو حديثكو بحين ايا إلا لا يقفك دولك قاتا حق ترى عدة دولك على قادنا يا وين قن كرتا دنجارة يدن جود لبضبع هذا الشخص كقادته دولك يقولها وين قن يسا أن شباب دن حديث كوي كبر مو بس هذا دن تي جود ومضوا أي وضع له هيك قادتنا والله ميت بلورنا دي دولة إسكقات قري دولة دوقف كان إسكقات dul kaas u iska qabsaday in xoolahan uu noo daaqaan seeraha waa asset waa hanti aynu wada leenay imika dawladda hoose marka dhulka qorsheysay dan guud bay ka jiraa danta guud maxaa la yiraahdaa macneedu waa meeshii masaajidka laga dhisi lahaa
meeshi dhaqtarka laga dhigi lahaa garoonka lagu ciyaaro dariiqii wadadii la mari lahaa wadanihi guud ee caamka ah ee maraafiqa lagu raaxaysan lahaa ama lagu cibaadeysan lahaa inta iska qaadata ciqaabkan ay leedahay mana iibsan kar qofka mas'uulkii ma iibsan karo isagu ka ganacsade maal qabeenkiina ma sii iibsan karo magaceeda eegde dan guud baa lagu dhigay dan gaar ma aha marka qof dan gaara u socda hadduu yidhaahdo dantii guud baan ku shaahaynaya oo anaa ku qaxweynaya isoo caddeeya daadar ku caddayn meenoo iska cunimaysid weeye meeshan wixii loogu talagalayd ahaanaysa waa nasiib daradayna haysata weeye dadka mas-uuliyiintii may cuneen haddaanay helaynin mid lacag la daba cararaya reer miyiga mushkiladani waa mushkiladan dadkeenna dabadayna daawanaya imika aan haysanin weeye laakiin waa mashaakilkeenna ijtimaaciga daakhiliga mushkiladaha bulshada ee daakhilkaabay ka mid tahay waddanka gudihiisa ayaa arrintani aada u khusaynaysa qabaailku maalan seeraa la samaysanayaa halkaasuu ninkan intaasuu ceshiimo waxalla wax ka baxaa ma jira dheri kamay bixin khudradii kamay bixin maxaa ka baxay caws baa ka baxa biyana dee harooyinka iyo qaydarada iyo meelahaas jeexjeexyadaasay ku jiraan ilaahay baa intaba dhigay subxaana wa tacaala reer baa iska ceshanaya qabiila waxay leeyihin halka lama degi karo lama xoolo ma daaqi karaan harooyinkaa lagama cabbi karo rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam annaasu shurakaau fii thalaaha fi lmaa wa fi lkala wa fi lnaar dadku saddex bay shuraka ku yihiin dabka iyo daaqa iyo biyaha marka biyaha dhulka fadhiistay dadkaa wada leh daaqaa baxay dadkaa wada leh haddaad adigu iska xuurtaysatood keligaa qabsato ama reerkiinu halkaa uu qabsado inta haysataan xaaraanbaa ku haysata cawska ka soo gurataanna waa xaaraan dee haddaad adigu isxiijinaysood xoog isticmaalayso dee xaaraantu xoog kuma xalaalowdo oo mushkiladayna haysata weye waxaa la isku dilayaa nawaba intaaba dhulkana maxaa lagu milkiyaya dhulka waxaa lagu milkiyaa oo aad ku yeelan kartaa oo xoolaha kaa soo galaa kugu xalaaloobi karaan aliqdaacu waalicmaar in iqdaac lagugu sameeyo oo dowladdu intoo la ysugu yimaado dadka beero loo cayimo la yidhaahdo intaasuu qofkaas yeelanaya waa beer wax ka beeraa markaa ama waa guri kosaa loo sameeyo sharci dhammaystiran loo intaasaad dhisanaysa haddaan labadaa midna jirin waxna kamaad qabanin sharcina uma haysatid haddaad iibisa lacagtaad ka qaadato waa xaaraam icmaar ma jiro waxba kamaad qaban maad beerin maad dhisin waa bannaan waad sheedaalinaysa halkaasaad ka bidhaansanaysa intaa iyo intaa wuu kala jiiday hadduu doono xeer uu ku lahaa mar buu yar degay wuu kala jiidaya waa xaaraan waxaynu isu dultaagaynaa qadiyadaa dhulka waa mushkiladaha ina haystee khatarta badan la isku dilo marka qabaailku ha ka daayaan maamulada ha ka daayaan sidoo kale maalqabeenku ha iska daayaan dulmiga noocaasi ka yimaada dhulka magaalooyinkiina baabi'iyey miyigiina baabi'iyey si loo kala dego oo dadku ay u noqdaan dad walaala ah oo dal iyo dunyaba wada leh oo ehel oo aqaariba oo jaar ah dulmiga waxaa ka mida dulmiga ka yimaada qabiilooyinka waa arrimini daakhiliga ha gudaha waa arrimo ku jahaysan odayaasha iyo madax dhaqameedka iyo ragga iyo dumarka rijaalu lqabaa'il ragga qabiilooyinka waxaynu aragnaa iyagoo xoolaha agoonta iska cuna qof baa la dilayaa mag baa laga soo qaadayaa magtayaa leh magtu waa dhaxal agoontii baa leh oo dumarkii baa leh oo dadkii waallaa baa leh oo maatidii baa leh odayaalba halkan koofiyo dheed bay usoo gashanayaanoo bal calaljamb intii qubano halkaa inoo dhiga bay leeyihin qubano waa mise marin dhaweedan galbeedkaa maraynay waxaa igu yidhaahdeen boqolkiiba toddobaatan magta tolkaa qaata boqolkiiba soddonna agoontaa la siiyaa agoonta xoolaheedii ma la cunay mise lama cunin waa la cunay fariganna waa laga yaabaa boqolkiiba afartan in la qaato qabiilooyinka qaarkood boqolkiiba konton maxaa lagu xalaashaday xoog xoog weeyadaya xalaali ma jirta waa xoog marka magta la soo qaado in yaroo qarasho waa laga jari karaa laakiin inta kale waa in agoontii loogu shubaa haddii kale oo xoolaha magta ah iyadoon agoontu ogolaanin oo dadkii lahaa ogolaanin la cuno oo tolku sidaa ku qaybsado adduun iyo aakhiraba waa xaaraan adaanay kugu soo noqonaysa cuquuba halkii lagu galay caw ku hurdaa caruurtay ka laysaa ninkii caano baas dhamay buu ninkaa gabiyey cuqubadu halkii lagu galay
ayaa caw ku hurdaayo caruurtaadu bay leenaysaa hadaa qubanaha ka dhargiso la qaybsanayo caruurtaadu ba wada waalanaysaa oo waxaad ku daaweysaad waayis oo dhaqtaruna aad la taagnaanaysaa waxa sidoo kale kamida in dumarka la siinba waayo dhaxalkooda aabaa dhimanaya wuxuu ka tagayaa afar wiil iyo afar gabdhood afartii wiil ba xooliba casaynaya habliina halkan ay ka qaylinayaan oo kolba way imaanaya walaal doolarka wax naga siiya daaraha wax naga siiya geel iyo hubka haysataa wax naga siiya aabba ka dhintay hana wareerin bay leeyadeen reer hebel baad u dhaxday reer hebel yarad baabaanu ka doonaynay xoolo aad siisa ma hayno reer hebelka aad u dhaxday adigu annagaaba xoolo ka rabnay hanagu xiiqin bay leeyihin inantii oo madaxa haysataa iska caraabaysa iska tegaysa adeer daaraha iyaga la wareegi maayaan reer hebel oo magacii aabbahayo cid kale lagu qori maayo bay leeyihin geel iyaga summa daale reer hebel qaadan maayaan inantii dhaxalkii waa laga daray odayaasha iyo madax dhaqameedka iyo salaadiinta waxaan leenahay arintaas waa arrin aada u khatar badan waxa dhaxalka la yidhaahdo intiisa yar iyo intiisa badan bay ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala siiya ehelkiisa waxaa sidoo kale ah meherka meherka xaawalaydeenna hablaha iyo hooyooyinkeenna qaaliga inagu ahaa inoo qiimaha badan in badan looma dadaalo lama siiyo meherkooda waa dulmi curfiga ka yimi iyo xagga caadadeenna ummadaha kale iyo xataa waqtigii salafkaba meherka waa la qadimi jiray u yaraan intiisa badan baa la sii bixin jiray muqadam iyo muakhar buu lahaa miyaa aragteen ruux dumar ahoo intoo la meheriyey meherkeedii la siinayo loogu shubaya miyaa aragteen waa naadir maynaan arag ma odhan karnay way yar tahay cid ilaahay uu ilaaliyey ayuunbaa iska bixinaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii faadimo markuu cali guursaday muxuu yidhi inanta meherkeeda soo sii dhee cali wuxuu yidhi xamahaya waar waad haysaa buu yidhi qalabkii dagaalkii iyo diricii noocaa iyo noocaa baad haysaa inanta soo sii meherkeeda innagu maxaynu ka hadallaa marka laysu soo hor fariistee hablaha la meherinayo yarad maxaa sidaa gabaatina maxaa haysaa wax meher laydhaa ma soo qaadno gordhowna wuu iska dhintaa qofkani harkiina waaba la dafiraya haddii la doono dhaxlayaashu way dafirayaan deyntiina wuu daldalan yahay qofkani qofka wax guursadow meherka horay ka qadi salafuna saalix arooskay iska bixin jireen meherka wa aatu nisaa saduqaatihinna nixla maadaama ilaahay yidhi xaawalayda meherkooda siiya waa deeq ilaahay u siiyee waqtigaa arooska ay yihiin bay shubi jireen iska bixin jireen waxay nagaga sii daraba ilaan balaayana u barasho la baalay dumarkeennuna waxay la qabsadeen meherkii aan la siin jirin ayay la qabsadeen mid iyaga ka mid oo la guursaday ama la meheriyey ama xaasa hadduu odayga yidhaahdo heblaaya waa kan meherkaadi waa geelan waa lacagtan waa doolarkan dib bay isu taagaysa marka waxay leedahay tola huu nooyin oo maxaa la soo wadaa meherka lama soo hadal qaadin jirin markii hore eh maxaa jira dee maxaa jira waa waxaagaya qaado sekada ka bix oo ku shaqayso ama sadaqa u bix waxay leedahay wuu ifuraya odaygi wuu soo faydfaydanaya odaygani furriin buu u soo faydfaydanaya miskiinadda hala yaabina meher waxaa la bixin jiro marka xaaska la furayo soo mahayn marka xaaska la furaya meherka la bixin jiray marka qadiyadaasina waa dulmi kaloo jira waxaa iyaduna sidoo kale qabaa'ilkii dulmiga ka yimaada qabiilooyinka annagaa laandheeraa idinkuna laagabatiin kuwani waa gun annaguna gobaanu nahay wixii daaynu garanayna caanteynka ah liite layskula warwareegi jiray dulmi aada u foolxun weey dulmigu dhinacyo badan buu ka yimaadaa qaarkood waynu soo sheegnay suwartiise waxaa ka mid a dulmiga ka iman kara dhakhaatiirta ilaa wuxuunaan uga jeedaa un inaynu tusaalayaashu waa wax iftiiminaya waxa la sheegayo nin baa maalin su-aali weydiiyey wuxuu yidhi sheekh anigu markaan dhakhtar hebel ahay qoladaa shaybaarku waxay noo soo diraan qalab wax la baadhayo dhiig saxaro ayay noo soo diraan laakiin waxa uu dhakhtarkaas hameki shaybaarka ay weydiinaya dhakhtarkaas wuxuu qofka u soo qorayaa wax badan 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 oonu u baahnayn qofku in laga baadho hadduu $10 u baahan yahay wax gaadhaya in laga baadho boqol buu soo dirayaa $200 shaybaar gaadhaya u soo diraya aniguna commission baan ku leeyahay waxa uu soo direen u baadhayo bal ka war maxaan ka warrabaa baan ku waad arkaysaa inay kadeedan tahay xaaraan tahay adaaba ka shakiyo ogba inay xaaraan tahay waxan aanu qofkii u baahnayn ee laga baadhayo miskiinkan waa dulmi
وتصالة بسيطة مركا قف كان أمانه هي أمانة دي وينه إلى عليه وحكم إذا صدوا كلا دتك معلمين تا وده دين تقف كهيا ولاد كا الشيخ معلم كأبي تهينه إسقط بقاؤه جهرين با أنت عندك كلا لجارين أن دولة لغو ريحين أن دوينة لغو ريحين دتك الدين تهيا وأنا كل رقمان يجوا جهرين با معلم كأرديب وهيا وحلاقو كان القرآن كقاد وقلب جود الجلي وأقول العليا صدق وصحن أرضي جاي ألف وكحمانين سيانا البقرين وكحمانين سوى نكسة وحقولك معلم كأل كانوا فريستو فيسبوك بوسكا تعبنا يا وحلا يا صاقي هدو قيبي وأنا وقراعية ما شرت أمس ما شرت وين دعرا نجاب على جنينا بركة معلم كان أدون كوقادنا يا أقانتو بحنا يا ويسكم يسامين سيدي لا يسكوا جه هدو ويداريه وانو عذلمية أرضي كي بذلمية أو وارد كي بذلمية أو أقانتي بذلمية هتقول بوسامي ذلمي كشقالها كم إذا شقالها ذو حد رئيسا هكرشوا الله يمرايا هكرشوا قريجى هدينو يم القبان كي شقده بحنا يا العقد بحنا هدينو ذلمي كي سكسوا هذا الله كشقالها نوين لقاه الله شقالها هل كسو كشقينا يا أنت تشوك تسيجار ويه مركز مكان تهينا وانين كله مركز لا تشوك تنا عقار وشقينا يا وكم بود بودية مركز كتك تنا قودا مقشية وحناها وقبا طول بمتى مسماها بحكم عبنا يا قف كي شقالها سداد الساعة دودا اللي جاي بسدا وانو سيم متواصل أو شقية مشهر كيس مركز حلال نقنية هديك لا حرام حرام بنقنية رسول كوحل صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا يتقنه متكين إلى هيدا دي هو تعلي هاي هدي عملك قبنا الدين الدنيا وهجاتيه أو صحاو كحرق هذا وحنو جت إذا تصال ياش ظلم مرك الله يرعاه تتكار كود بالله يا بقف حب وينون إن يصورتان أما ما رح يد ولد عيدا له إن وحتلميان يصور إن يصورتان وارتول بيقول حكاية من كراتك كوج ضعيف سن مرك كار كود بعبش هذا يعتوقة لا يسكت ظلميا صمد مقل هشة عنا يساع عباد يس ما مقاش وين عنتاي عبادة هل باقي له أنتي قنينته هذانا قايلين يسون مرك قف كيلها وصاع قد تن قايلين يسون بوها يستاين للظلمية لكن وتي وح قنينيس قف بوح على جاي بعدين ولا قايلين يو ولا يظلمي ولا يظلمي ولا لكن شرعي مرك الله يقو كان ضعيف كان مسكين كباب على جاي بعدين وح ظلمي يبا أو ضعيف بانه هي وتدك كود ظلمي ظلمي كقوي يا كود ضعيف فمن ضل بوك حرام وحينوسي قد بلهين موضوع عودن بيا أو أقي سوينك قفك هدي الله ظلميه الله بقى أهرين بدون بين قنيس كدلمية إنه إلى هاي عقاب وسود الدتشيو أدونك الله جوارك هي إن النقطة مد مغلوبة بعد أن كان غالبا مد لجحوك بتأكي والدلمية يهوس ما دينه نقطة الله بقى مدون بين قنيس أما كيف هو سمنا يا ودلميا النفس ما قبنا يا نفس جوحين وين أقول نقامه ومغلوب النقاية بعد أن كان غالبا أما وابل عقوبين يا يو أن هبار كي كان كلا وهبار إذا لا أقبل يا تصال يا شاق القرآن قاد بو بحياة وعكم إذا قصة ذا معناها التلمام يسوي قصة النبي يوسف وقصة ذا وقول القرآن كسورة كسورة داسية كلية كورن نمن كي ولاالها هاي الماء يعقوب يوسف فيه ولاال كي ويد اللميان جاب الجاب هذه قصة ذا واحد نقط هنا يسقي ونهوسي ما دين يسقى مرح يسقى أود له أو أقول له أو محن كورا ذا ما له هنا هوسي ما دين إنك صاد عفيس كيو فري وعكم إذا قصة ذي صحيح البخاري كسر الناس عدبنا بوقاص إن بدلوا يدين كي قل يا حديث كده آخر استوى وقص دوا أركتين هير عراق قار كمدة ما يهين تذكرني أيا سعد بن أبي وقاص بعمر بن الخطاب وقعوذة إلى عبادة دي سيبنا الليلين وإذا ذن حتى صلاة سوى نفس النوم تبيه وحو قيبين ين عدالتكم قيبيه من الراعو دقال كأي أسترايا دولماتك صدى حرموت بكويري نينك هذا الكاسي كسو فلس عدوا كيها باري إيري إلهي عمر جيس الدارة إلهي وفقر جيس نبضي وعرضه للفتن إلهي وفتنانا كسلي وضيك صدى حرموت كدعي أنتو شركة استاقي سعد دولمي أعبي
إلا أن ظلمكم وقفك أما وحي سيئات كقاضه أما وحان حق الله هنا تشك سارت نكي تواكي سيقول قبوبي وحركا عنده صار دعي هبلا هاي يرتو تشري قبسن شري سعيد بن زيد أو استكمل إذا أصحاب النبي قلت هذا وقبو شاري سيدا صحيح مسلم كسوغان أيا روح تمره استغنى أي أيضاي سي أروى بنت أويس فالورين شرو وحي تري سعيد بن سعيد بن زيد دول أن لا يبو قاتي بركي عمر وارو يارو الكوارن دول كانا وحلو وار دول كان النبي وسيدا أودي ذي حديث يعني صار آخرين تو آخرين دول كان النبي وسيدا وحارن تنمي ومدة وقت يسانو قادن كرا كبر يو هباري هبار كي سينا ولا أركيا دول كي أي لهيدو يجا قاده يبي قد كم إذا كنا عارف نكم إذا واقع عصر جانا نشوفنا كور رمي الظلم وكل عاي سعودي سعودي عربي كنا عادي نوحوها مع القبائل هنا كتب شو ما يساون وقبض الظلم جو عاجلا وآجلا إن يسون الدق دق كرتا أخيرا ودي بدي كرتا لا بضبع وحول قلاع وانا بقولي جو حجاب الهاين guriga iga baan doonayna ku balaariyo oo way igaga xiranta inaan guriga gaarsiyo oo isku dara labada iga yibiya baan dhaway diideen agoonta hooyadood baa diiday kadibna tartiibtaydi aan iska sameysto dawladdi hoose iyo waxaan la xiriirayo fayl baan u sameystay ya guru kala du sharci leey waa la dhisay shaqaale baan u dareeyo qoladii qandaraas ko dhismi baa la bilaabay iyada iyo ciyaalkeedina way buuqeen oo halkan ay ka qayliyeen taal kala ma hayaan marka way xanuunsanaysaa waxba u dhimanay gurigaygana ka qabsatay askarta ay naga qabtoon baadhaada sidii baa lagu yiri ana sidii baan ku dhistay bismiir ku dhamaaday kadib gacan uun baa la iga qabtay uu waxba ka soo baxay kulayl baa yeelatay gacanti alam xanuun baa ayaa kala joogsay dhaqtar walba aanu tago wax jira ma jiro markii dambe dadka qaar kood ilaan warmala waa lagu dureeyay qoladii ilaajka uu in sheekha saasu iyagoo markuu waxba iga waayay wuxuu yiri cid aad dulmiday miyey jirtaa ma maxaan dulmiyay aniga ma maal qabeen waa saxriifiyay buu laakiin markuu hadalka igu yiri muddo kadib ayaan dib u fikiray arintii baan soo xusuustay buu cudurkiina waa igu sii fidaya ruuxii dumarka ahayd iyo agoontii baan u tagay wuxuudii wax ka badan baa siiyay markaasuu ilaahay caafimaadayay buu markaan aan xil baheen xaqoodiisi marka walaalayaal waxaynu ku soo ururinaynaa waxaynu la qeylinaynaa ee raaxadii noloshay naga lumiyay ee aynu la kadeedana ee qabaailku isla haysto ee qaraabadu ay ku culoobeen ee maamul iyo raaciyad isla haystaan ee jaarku la wareersan yahay noocyada dulmiga inuu tusaalayaasha ka soo bixinayna waa qaar kamida waxaynu ka digaynaa dulmiga inaynu caadaysanay inuu sii wadno inagoo isku qancinayna waxaan inuu sax inooyi ama aad xariif ku tahay ama aad xoog ku leedahay rasuulku markuu talinayo arintan wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam intee ila qiyaamaha gaarin ee aanad adduun waayeen imka xalaal miiro oo qofku cid waliba waxay ku lahayd ha iska celiyo tawbad keen baa waajib qofka dulmi sameeyay maanta waxa ku waajiba inuu tawbad keeno tawbadiisana waxa qayb ka ah ciduu dulmiye hadday tahay ummadda oo danta guud wax ka qaata iyo hadduu cid gaara wax ka qaatay inuu wuxoodii u celiyo saasun bay toobadiisu ku ansixi karta laakiin dadka wuxoodii inuu iska haysto caam iyo khaasba toobadiisu ma ansaxayso ilaahay waxaan ka baryaa dulmiga inuu inaga badbaadiyo dambigan iyo kii waalidkeenna dhaafo sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.